يعني نظمنا هذا الملتقى مع اللجنة الوطنية للصناعة التقليدية منضوية تحت المنظمة الوطنية للكفاءات المهنية والحرفية من أجل الجزائر. الملتقى الوطني الأول بعنوان دور الفواعل الرسمية وغير الرسمية في تطوير الصناعة التقليدية في الجزائر، الذي ترأسته مع زملاء الأساتذة والدكاترة والباحثين في هذا المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسوسيولوجي، من أجل إعطاء نظرة استشرافية سواء ما تعلق بالنظرة الاقتصادية من أجل إعادة بناء هيكلة الاقتصاد الوطني. جينا نسمعوا الحرفيين وهما يسمعوا لنا ونتبادل في النقاش لتفادي المشاكل اللي راهم يلاقيوها، خاطر انا نشوفوا بلي هناك حرف راهم بداو يروحوا خلاص، لان الحرفي بحد ذاته هو صاب مشاكل وما صابش شكون يوقف معاه، شكون يعاونه.